هبتدي اعمل لوج ان. تمام، انا الرول بتاعي كان ان انا ويب سايت مانجر والسيستم مانجر. هبتدي اعرض الشغل بتاعي. بالنسبة اول حاجة عندي كانت النايف يوزرز، تمام، دول اليوزرز اللي انا عملت لهم اضافة بالاكونتات بتاعتهم للبيانات. نفترض هنخش مثلا على اكونت باسم، هنلاقي الايميلات بتاعته والاسم الرولز بتاعته، تمام، ده في جزء اليوزرز. هنخش بعد كده على الايتمز بتاعتنا المفروض الشركة هتشتغل فيها. عندنا ثلاث انواع، رو ماتيريال او منتجات. نفترض مثلا هنخش على الود اند ديسك، دي مثلا البيانات الخاصة بيه سواء أي عمليات تمت بعد كده جواه من شغل الزملاء، تمام. كان برضه كان أنا المفروض من ضمن البيزكس اللي أضيفها سبلاير، دول السبلايرز اللي تبع الشركة، الشركة المفروض إن هي بتتعامل معاهم. وبعد كده المفروض الكاستمر، المفروض اللي إحنا هنشتغل معاه هنبيع له تاكا، دي البيانات بتاعته سواء العمليات اللي تمت معاه، دي البيانات بتاعته اهي. ده كده بالنسبة لي انا ضفت البيزكس وعملت الكرييشن للموقع، كده انا الجزء بتاعي انتهى. المفروض الزميل اللي بعدي هو اللي هيتابع معاكم بالباقي الجزء بتاعه. دلوقتي دي تاني خطوة بعد ما البيزك داتا اتحطت. احنا خدنا اول 4 رولز، السيلز مانجر والفولفيلمنت اوردر، اشتغل فيها ايمان محي ومي ناصر وامنه رمزي. دلوقتي هندخل على السيلينج، هنعمل سيلز اوردر. حددنا اسم الكاستمر اللي في الداتا، حددنا التاريخ اللي اتعمل فيه الاوردر وتاريخ توصيل الاوردر. بعد كده هنا حددنا البضاعة هنجيبها منين، اخدناها من الفينيشد جودز، وحددنا الايتم والكاستمر عايز كام ايتمز وال delivery date من ال database، وحددنا السعر كتوتل. بعد كده عملنا save وأكدنا ب submit عشان يوصل لل manufacturing. احنا دلوقتي هنبدأ خطوة المانيفاكتورينج ونشتغل عليها باسم ساعة. أول حاجة بنبدأ بنحط بلان، بنعمل أول حاجة اد برودكشن بلان، وبنختار الأيتم اللي احنا هنشتغل عليه، بنحدد الكمية اللي احنا محتاجينها والكود اللي احنا هنشتغل عليه للأيتم. مثلا أنا هشتغل على رقم 3 وأحدد الكمية بتاعتي 10، بدوس سيف عشان أختار سيف، بعدين سبمنت. كده البرودكشن بلان بتاعتي اتسجلت. بعدين بروح اعمل ورك اوردر بالمانيفاكتورنج اللي احنا عايزينه، بنختار الايتم اللي احنا هنشتغل عليه، زي 3 زي ما اخترنا، نختار الكمية اللي احنا محتاجينها، بعدين work in progress هنختار work in progress، هنا target هنختار finish، وندوس save.
بس كده اتسيفت. بعدين بنستارت الورك اوردر عشان يبدأ عملية التصنيع. في ستيب الاكونت مانجر هدوس على اكونتنج، بعدين سيلز انفويس، اد سيلز انفويس، وفي الانفويس هيكون في ديتيلز على الاوردر زي الكاستمر نيم، السيكونس، الدليفري تايم، الليست ديت، النمبرينج كوست اوف مانيفاكتشرد كوانتيتي. بعدين ادوس سيف وسبميت. وبعد ال submit هختار ال payment method من create. واختار cash وبعدين save. واتأكد بعد ال step دي ان ال order completed. صباح الخير يا دكتور، احنا دلوقتي هنكمل على المانيفاكتشرنج بروسيس اللي بدأها من شوية زمايلنا باسم وندى، وهنكمل ان شاء الله في الستوك مانجمنت، ودي كانت مسؤوليتي انا عماد الدين فؤاد وامنية، بس هي عندها مشكلة حاليا في اللابتوب بتاعها، فانا ان شاء الله اكون مع حضرتك. اول خطوة هنعملها نلوجين بس في الاكونت. احنا البروسيس بتاعتنا كستوك مانجمنت كانت انتجريتد اكتر مع المانيفاكتشرنج بروسيس. احنا كانت اهم حاجه بالنسبه لنا ان احنا نبروفايد الاديكويت سبلاي اوف رو ماتيريالز تو ذا مانيفاكتشرنج بروسيس نفسها، فكان لازم اهم حاجه بالنسبه لنا ان احنا نسيت اب الوير هاوس، نميك شور ان ال نميك شور ان الوير هاوسز فيها ال ريكوايرد كوانتيتي اوف رو ماتيريالز نيديد تو ترانسفير تو ذا مانيفاكتشرنج بروسيس. فبالنسبه لنا كان اهم حاجه بالنسبه لنا ان احنا نسيت اب الوير هاوس ونعمل البيل اوف ماتيريال، فنعمل الماتيريال ريكويست. بعد لما نظبط الوير هاوس بتاعنا كانت بالنسبه لنا اهم حاجه هي الماتيريال ترانسفير نفسه، ان احنا نختار السورس وير هاوس وليكن مثلا الجودز ان ترانزيت، وهنقله مثلا للتارجت وير هاوس وليكن الفينيشد جودز. وبعد كده نختار الداتا بتاعتها، الداتا بتاعتها المطلوبة، مثلا الكود بتاع الايتم، الديت، الكوانتيتي المطلوبة، وكذلك الريت بتاعها. تاني حاجة كانت بالنسبة لنا مطلوبة هي الستوك انتري. الستوك انتري كانت بالنسبه لنا اهم حاجه لانها كانت بت انتجريت المانيفاكتشرنج اكتر مع الستوك مانجمنت. كان بيبقى في ما بينهم الاثنين ريليشن، ان احنا نترانسفير الماتيريال برضو دايما بنختار الديفولت سورس وير هاوس والتارجت زي اللي فاتت بالظبط، وندخل الماتيريال وهكذا. بس الفرق ان احنا المره دي كنا بنحط البيزك ريت اللي هو البرايس بتاع الكوانتيتي نفسها، ودخل باقي البيانات زي الكوانتيتي والكود والحاجات دي كلها. اهم حاجه برضو كانت بالنسبه لنا ان احنا نميك شور ان البالانس بتاعتنا كانت مظبوطه في الستوك، وما تاثرش معانا ان احنا لما نترانسفير رو ماتيريالز او اي ماتيريالز لاي ديبارتمنت او اي وير هاوس تاني، لازم تكون عندنا يعني sufficient supply ليها. بس كده، وإن شاء الله هنكمل مع حضرتك باقي الفيديو مع اللي جاي إن شاء الله.